اول حاجه هاد لا كوموند ديال الشاي درتها قبل الحجر الصحي، دابا غلادي هاد الشاي يجي قدي ولا لا الله اعلم. سلام بنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى انكم بخير. اليوم كيف ما شفتوا في الفيديو غادي نوريكم شنو خديت من شاي، هادشي كومونديتو شحال هادي يلا وصل، وغادي نشوفوا معكم كيفاش. صراحه ما بغيتش نحلو، حليت واحد باش قيسو وحيت كنت باغا نقيسو، كنت باغا نشوف الكاليتي ديالو. دابا غادي نبداو نحلو بحاجه بحاجه ونوريكم شنو خديت. اول حاجه غادي نبداو بها، المهم هو ما ديما باش كيعجبوك لومبالاج كيديروا لك واعر فريمون زوين. اول حاجه خديتها هذه، عرفت شنو هي؟ هذه خديت شوربيت بيضة، كنت شفتها واحد المره في ستخالي في ستخالي فاروج شفتها طلعت لي في انستغرام ولابسها واحد البنت وعجبتني، وهي فاش كنت درت وكنت كومونديت. المهم اول حاجه البنات خديتها هي هذه، ديجا غنخلي لكم كاع هادو كيفاش كيتجاوب هنايا، وان نتوما الا بغيتو تشوفوني انا لابساهم راه غادي نصور بهم ونحطهم ان شاء الله في انستغرام. اللي باقي ما متبعنيش انستغرام يتبعني. دونك غادي نبداو هادي، صراحه زوينه بزاف باسكو هي ماشي ديال هاد الوقيته، ماشي سخونه وماشي بارده، جو تقدر تلبسها في الصيف في الليل وتقدر تلبسها دابا باللي باقي شويه البرد شويه الشميجه. دونك التحتاني كيجي بحال هكا، هي في الابيض، والفوقاني كيجي بحال هكا وكيجي قصير، مي السروال كيجي طاي اوت دونك ما كيبانش داك كتجي بحال هكا فريمون زوينه. ها هي هذه هي اول حاجه، وغنخلي لكم لو ليان ديال كل شيء باش الا عجبتكم شي حاجه تمشيو تلقاوها لتحت في صندوق الوصف غير قلبوا. دونك هذه اول حاجه، في الاخر غادي نقول لكم اكثر حاجه عجبتني شنو هي من هذا الشيء كامل. دونك اول حاجه كانت هي الشوربيت، ثاني حاجه غنوريكم هذه من البارح، حيت وصل هذا الشيء البارح من البارح وانا باغا نحلها نشوفها كيف داير. خديت بيجامه، اول مره غادي نجرب البيجامات ديال شاين، وبزاف اللي كيقولوا راهم زوينين دونك قلت غادي نجربهم، وخديت هاد الشكل هذا اللي كيكون رطب. ديجا هادي دابا الربيع دونك كيف جاتكم؟ صراحه زوينه، والثوب ديالها بارد ما سخونش، بارد زوينه. هذا الفوقاني وهذا التحتاني، السروال خديت الان لحقاش انا كنبغي البيجامه تكون واسعه، ما كنبغيش تجيني. المهم راك عام عارفين في الدار كيبغي الواحد سورتو في النعاس كيبغي الواحد دونك هذا فريمون زوينه. غادي كلشي هذه دابا نلبسها ونخليها لكم هنايا، زوينه فين فريمون زوينه. ثالث حاجه غادي نوريها لكم دابا، انا بنات انا كنكتشف معكم باسكو بعض المرات واحد كيكوموندي شي حوايج كينسى راسو شنو كوموند. دونك هذا هو، كنت شفت طلع ليا كيبقاو يطلعوا لي ديما كيطلعوا لي في انستغرام دوك. المهم هذا حتى هو زوين، هذا فريمون زوين. هذا البنات بودي كيجي كحل بحال هكا، خاصكم ضروري ديروا تحت منو شي لي باردوغ في الكحل، وكيجي مخشي مع تلبس، تقدروا تلبسوه مع جوب ولا تقدروا تلبسوه مع شي سروال ديال الجين، فريمون كيجي زوين في اللبسه واعر واعر. شوفوا كيف داير، هذا زوين بزاف، فيه بحال مبرو وفيه بحال هكا، هانتوما شفتوا كيفاش فريمون زوين، عجي زوين في اللبسه هذا عجبني، عجي واعر في اللبسه. وتقدروا تلبسوه مع الجين كي تقبط من التحت، تقدروا تلبسوه مع الجين كيف تقدروا تلبسوه مع الجوب. انا خديته على واحد لا جوب لي نورمالمون كومونديته هنايا. المهم الحاجه اللي درت في هاد لا كوموند انني خديت غلط، خديت حاجه خديتها جوج مرات، ما عرفتش كيفاش جرات ليا، مي واحد الحاجه كومونديتها جوج مرات، خديتها جوج مرات ما عرفتش كيفاش جرات ليا، فريمون تلفت ما عرفتش كيفاش. المهم هي نفس لا شوميز وجات جوج مرات وفي نفس لا طاي في الان، دونك وحده غادي نحلوها وحده غنخليوها. هالو ها هي البنات، كتجي زوينه فريمون، فيها هاد الفلوري عجبني بحال هكا في البيض وفي الكحل والاحمر، كتجي بحال هكا وفيها الديتاي من هنايا فريمون، ملبوسه عاد كتبان فيها هكايا. شفتو من جهه الكمال كتجي زوينه، والكول طالع، التوب ديالها البنات بارد و تجي في هاد الوقيته، تجي في هاد الوقيته الصراحه، هاد الوقيته هكايا تجي زوينه. تلبستيه مع الجين، تقدر تلبس مع الجين مع السروال الكحل تجي زوينه. المهم هادي وحده غناخذوها وحده نخبيوها، شوفوا شنو غنعطيو تي. الوغ هادي واحد جاكيت عرفتي كانت حمقاتني فريمون، كانت عجبتني بزاف بزاف ملي شفتها. دونك هادي اكثر حاجه كنت كنتسنى في لاكوموند.
هذا غادي تكون شفتوهم في زارا، كانوا حاطينهم في زارا، ولكن لو بري اللي كان في زارا لا علاقه بهذا ديال الشايين. و جو بونس لا كاليتي بحال بحال. المهم شوف كي دايره واعره، كي جاتكم هذه فريمون واعره زوينه بزاف، هذه زوينه بزاف بزاف فريمون. هذه اكثر حاجه كنت كنتسنى فيها انايا من اللور، كتجي بحال هكا وكتجي طويله من اللور شي شويه وقصيره من القدام شي شويه، ماشي فيت كتجي مزيانه هي هذيك زوينه وهكا تسد بالطراطق، وكتجي تقدروا تلبسوا معها شي دي باردور من تحت، وهي دابا بارفيت. وفي الصيف تقدر تلبس في الليل، في الليل تقدر تلبس باسكو ما تقيلاش الجين وما تقيلش، ماشي داك الجين اللي غليظ نو خفيف. دونك هذه واعر بزاف زوينه عجبتني بزاف. هذا واحد البودي، هذا حتى هويا اول مره غادي نجرب هذوك اللي كيكونوا هكا طالعين من هنايا بوفون هكا طالعين وجايين من فوخين. صراحه كل شيء لبسهم من 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 شحال انا باغا هذا لو ستايل. شوفوا هادشي كي داير. دونك هذا في البيض توز بيان صراحه. المهم لا كاليتي ديالو زوينه على حسب لو بري ديالو راه زوينه. ها هو كيجي هكايا وكيجي من الكمام هكايا في البيض، هذا بان ليا زوين. المهم زوين عجبني، قولوا لي نتوما كيف جاكم زوين. وفي هاد الكيبين ديجا غتكونوا شفتوهم وكاينين في لي كولور دو سبورس، كاين في الكحل وكاين في بزاف الالوان ورخيص. ما عقلتش حتى ما نديرو بالضبط مي كان رخيص. انا خديته في الطاي ام، هذا يجي مع الجين يجي مع كلشي صراحه. الجين يكون شويه مفتوح لونه شويه مفتوح يجي مع زويون. دونك هذا في البيض تو غنخلي لكم غادي نخلي لكم لو ليان ديالو تحت الى عجبكم. عندي دابا نحن نشوف لاجوب اللي قلت لكم خديت لهذاك البودي بحال هاد لاجوب. الصراحه كانت عجباني من شحال هادي وقلبت عليها في زاقه وقلبت عليها ما لقيتهاش. المهم راكم غتكونوا عارفينهم هادو اللي كيجيو بحال هكا كيجيو طالعين شويه مكمشه دابا فريمون في عندهم فلوسي كتبان حسن حيتاش كتكون ما مكمشاش بحال هكا دابا مع وصل هادشي فريمون مكمشه. وفيها الدوبلور، الدوبلور دايرينو له على شكل شورت من تحت. قولي كي جاتكم جاتني انا بغيت نديرها مع هذا، قلت غتجي اللبسه زوينه وما عرفت تنجربها فريمون غادي زوينه ما نعرف. انا جاتني هادي زوينه باسكو هذا ماشي داك الكحل اللي اون فيت الكحل اللي شفتو كيف داير ماشي فيه واحد لو ديتاي دونك ماشي واخا غيجي كحل في كحل قلت غتجي زوينه والله اعلم تنجربها. دونك هادي تايا غادي نخلي لكم لوليا، هادي راه كانوا خارجو بزاف كلشي كنلبسهم فريمون زوينه بنات. قولي كيف جاتكم زوينه تلبسها هي دابا في الربيع. المهم انا ما عرفتش هادشي فين غنلبسو كنقول لكم تلبس دابا غنلبسو في الكوزينه ونرجع بيه للصالون. اخر حاجه اللي كنت قلت لكم حليت باسكو كنت باغا نشوف لا كاليتي ديالها وحتى لا كولور ديالها. انا اول مره غادي ناخد هاد اللون دونك كنت مترده مي قلت كوميم غادي واحد حيتاش ملي كنت جيت كنشوف كنلقى راسي كناخذ نفس الالوان الكحل ولا مارون ولا البيج. دونك قلت هاد المره غنجرب وغناخذ شي كولور هكا شويه فلاش تي وشويه المهم ديال الربيع. دونك خديت واحد البلازير، بلازير في هاد لاكولور. شوف شوف البنات هو في اللبسه كيجي زوين، كيجي زوين في اللبسه فريمون كيجي زوين في اللبسه. دابا خصو يتصلح باسكو كي شفتو راه مكمش، شو راه مكمش ولكن هو راه كيجي طويل يقدروا حتى وحده اللي دايره الحجاب تلبسو. دونك لا كولور زوينه، اللي ما عجبتنيش فيه بزاف هي لا كاليتي ديالو، ماشي على حساب الثمن ديالو هي سي مي ماشي ديك لا كاليتي اللي واعره تقولوا نتوما هاد الثوب بحال مثلا واحد بلازير عندي ديال زارا الثوب ديالو، ولكن هذاك غلا مي زوين على حساب الثمن ديالو فريمون زوين. وكيجي يجي مع الجين يجي مع هكا دي طالون يجي تجي لبسه زوينه مي خصني نصلحو. وشفتوا اللون ديالو، اللون ديالو خطير كيف جاكم اللون زوين. انا عجبني بزاف هاد لاكولور مي بون زوين. المهم لا كاليتي ماشي تلهي مي كتبقى مقبوله على حسب الثمن ديالو. دونك هذا كان اخر ارتيكل جو بونس خديتو في الحوايج. هاد المره خديت ساك واحد من عندهم، ساك واحد لحقاش ديك المره شفتوني كنت غنخلي لكم حتى الفيديو ديال ديك المره كنت خديت واحد لي ساك وعجبوني اوبس. وقلت هاد المره غادي ناخذ ساك اخر وخديت هذا
نقول لك نجاكم اول صغيور فريمون صغيور ها نشوف شوف صغيور ماشي هادي دو مي كيوت داكشي زوين وحتى لا كولور ديالو زوين نوري لكم في واحد هكايا داكشي زوين هو شتو في هنا في الدوري وهنا في الروز عجبني انا صراحه زوين زوين كيف جاكم على حسب لو فخير ما غاليش البنات هما كيكونوا مخيطينهم راه ماشي ملصقين هما الخياطه كيكونوا مدوزينه وزوين شوف عجبني فريمون زوين دونك هادشي اللي خديت بون في الحوايج هادشي اللي وصلني هادشي اللي خديت كامل صافي وهذيك اللي قلت لكم راني غير دوبلتها وخديت واحد الليد هكا درتها في المرح نخليها لكم هنايا التصويره ديالها حتى هي خديت على ود رمضان وصافي الا بغيت نختار حاجه واحده اكثر 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 حاجه عجبتني وقولوا لي شنو بخلوا لي في الكومونتير اكثر حاجه عجبتني الصراحه في هذا الشيء كامل اللي خديت الا بغيت نختار حاجه واحده واخا ما كلشي الصراحه زوين مي غنختار هذه باسكو هذه اكثر اكثر حاجه عجبتني الصراحه اكثر حاجه عجبتني في هذا الشيء كامل هي هذه باسكو مستيريا زوينه لا كاليتي ديالها زوينه على حسب الثمن ديالها زوين كتبقى طوب هذه اكثر حاجه عجبتني وصافي هادو هادو ما كانوا المشتريات ديالي من شين البنات اللي غادي لي بغيو لي ليان ولا عجبتهم شي حاجه نخلي كلشي في لا بار دانفو لتحت وصافي هادشي اللي كاين جيبر ان لا فيديو عجبتكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد الناس اللي اول مره غادي يشوفوا لا شين يديروا لي سابوني يشتركوا معايا في القناه ويديروا لايك لا فيديو ويبارطاجيو لا فيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم الى الفيديو القادم ويا مشتريات اخرى